ما احنا بنتكلم على نادي الوطنيه، وانا قلتها منذ قليل، يعني النادي الاهلي منذ اعوام او منذ بدايته هو مسمى بنادي الوطنيه. يمكن رئيس جمال عبد الناصر كان بيتكلم على النادي الاهلي، وكان يعني بيتكلم عليه بشكل مميز جدا، خصوصا في دوره الوطني ساعه الثوره وتواجد الجزء الملكي ثم الجمهوريه او جمهوريه مصر العربيه بعد كده، ودور النادي الاهلي الوطني في التوقيت ده، وان النادي الاهلي كان ليه دور مهم جدا في هذا التوقيت، ايضا الجزء الرياضي والدور الوطني للنادي الاهلي في وقت من الاوقات والوقت الحالي كمان بالذات، شيء مهم جدا ان احنا نتكلم على محمد صلاح. ليه احنا بنتكلم من خلال قناه الاهلي عن محمد صلاح ودوره اللي بيقوم بيه خارج مصر؟ اعتقد ان كل المصريين امبارح واحنا بنتفرج على مباراه ليفربول وروما امبارح، والمصريين كلهم مجتمعين على محمد صلاح ان هو بقى ايقونه فعلا بشكل كبير في الحب ما بينهم وما بين بعض، والامل اللي جاي بكره. الدور الوطني اللي بيقول اللي بيقوم بيه محمد صلاح، اعتقد ان ده شيء ممكن ما حصلش قبل كده في حته كره القدم. واحنا بنتكلم ايضا كابتن خطيب بعد مباراه امس اتصل، يعني بعد جائزه انا اسف افضل لاعب في الدوري الانجليزي، اتصل بيه وهنا محمد صلاح بهذه الجائزه. هو ده الدور وهو ده الاحساس من خلال اكبر رئيس نادي في الوطن العربي نادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، بقامته الكبيره الكرويه وبيشوف لاعب مميز بيرفع اسم مصر خارج بلادنا وخارج الوطن العربي. اعتقد ان ده كان شيء مهم، وهو ده اللي احنا بنتكلم في الدور الوطني. وانا اعتقد كمان في ظل ان شاء الله وجود محمد صلاح ممكن يكون في مصر، اعتقد ان النادي الاهلي ممكن يكرمه بشكل كبير في حاجه طبعا تبقى شيء بسيط من خلال نادي الوطنيه للاعب مميز جدا بيقوم بدوره وبيشرف اسم بلده خارج بلاده وخارج الوطن العربي.